أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفن دمستورا انتهاء الجولة السادسة من المحادثات السياسية بين النظام والمعارضة السورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي تركزت على مسألة وضع آلية لتشكيل دستور جديد للبلاد وإشراك خبراء أمميين في هذا الخصوص، مرجحا إجراء جولة سابعة في شهر حزيران يونيو المقبل. وأعرب دمستورا عن تطلعه للدفع قدما بهذه الآلية الجديدة، مشددا على أن اجتماعات الخبراء لن تكون بديلاً عن المسار التفاوضي الرئيسي، وهو التركيز على السلال الأربع. قتل 13 شخصاً وأصيب عدد آخر في تفجير سيارتين مفخختين في جنوب العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما قالته الشرطة العراقية. وأضافت الشرطة أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش أبو تشير الأمنية جنوب العاصمة بغداد، وأشارت إلى أن الهجوم نفذه 4 متشددين. قالت قيادة التحالف العربي في بيان لها الجمعة إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية. وأضاف البيان أن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق. من جهتهم، أقر الحوثيون بإطلاق صاروخ باليستي من طراز بركان 2. يصل اليوم إلى الرياض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول جولة له إلى الخارج، يبدأها من المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال 3 قمم بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم. وتجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق جهود في مواجهة الإرهاب. قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن المرشح الرئاسي حسن روحاني حصل على 14 مليون صوت من أصل 25 مليون صوت تم فرزهم حتى الآن. وقد بدأ فرز الأصوات في إيران بعد إقبال كبير على التصويت في الانتخابات التي شهدت منافسة حامية بشكل غير متوقع بين روحاني الذي يريد تطبيع العلاقات مع الغرب والقاضي المحافظ إبراهيم رئيسي.